ده جيلي مش ازازه حقيقيه. بص عامله ازاي. ديت حبه جيلي كولا بالحجم الطبيعي، لكن احنا في فيديو النهارده هنعمل اكبر حبه جيلي كولا في العالم. تابعونا ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد، وفي فيديو اليوم كالعاده غريب مريب. عارف ان انا طولت عليكم واكيد خدت حوالي اسبوع كده اسبوعين ما صورتش ولا فيديو ولا نزلت اي فيديو خالص على القناه. عارف ان انا سحبت فتره طويله جدا، لكن ان شاء الله راجعين لكم بطاقه حماسيه، وبعد النهارده مفيش سحب تاني على اليوتيوب. النهارده جايب لكم فيديو كل الناس طلبته مني، وكان في شخص طلب مني ان انا اعمل اكبر حبه جيلي كولا في العالم، فعشان كده قلت اعمل فيديو النهارده بالفكره دي، لان انا كنت متحمس لها جدا وعايز اعملها واشوف طعمها عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين كده ان بص حبه جيلي كولا عامله ازاي، شايفين شكلها؟ يعني دي اصلا هي قد عقله الصباع، زي ما انتم شايفين كده بالظبط قد عقله الصباع. تخيلوا معانا ان انا هعمل اكبر ازازه جيلي كولا في العالم. هتشوفوا حبه جيلي كولا اول مره تشوفوها في حياتكم. وقبل ما نبدا في الفيديو بتاعنا، يا ريت تنسوش تعمل لنا لايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وتكتب لنا في الكومنتات ايه رايك في الفيديو دوت، ولو عندك اي فكره تكتبها لنا في الكومنتات. وطبعا ما تنسوش قربنا من وصول ال 10,000 مشترك، عارف ان انت قدها وقدود، وان شاء الله بعد الفيديو دوت هنوصل ل 10,000 مشترك. متحمسين جدا، ويلا بينا يا شباب نخش في طريقه تحضير اكبر حبه جيلي كولا في العالم. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh. ورجعنا لكم بعد معاناة خطيرة في عملية تخريج الإزازة من إزازة البيبسي. يعني احنا عشان نعمل الجيلي كولا لازم بنحطها زي ما انتم شفتوا كده في الكاميرا، بنحطها جوه إزازة بلاستيك، وبعدين بنقص الإزازة بلاستيك بالمقص ونبدأ نخرج إزازة الجيلي كولا أو حبة الجيلي الكولا. طبعا زي ما انتم شايفين كده، لو بصيتوا عليها هتحسوا إن هي إزازة حقيقية بالظبط. طبعا احنا مش عارفين نوقفها عشان خاطر إن هي يعني مش متماسكة. بصوا عاملين إزاي، تخيلوا دي معايا أصلا، دي ازازه جيلي، ده جيلي مش ازازه حقيقيه. بص عامله ازاي، بس طبعا انا خايف اوقفها ايه تتعمل. طبعا احنا كنا عاملين اثنين، تمام، المفروض ان الاثنين دول نحطهم في ازازه واحده كبيره كده، بس طبعا ما عرفناش برضو نعملها، كانت صعبه علينا، فاضطريت ان نعملها في ازازه واحده، فاضطرينا ان احنا نعملها في ازازه 2 لتر زي ما انتم شايفين كده. ومعانا بقى ازازه ثانيه، احنا كنا عاملين ازازتين طبعا، في ازازه بقى ثانيه طبعا معانا، ديت بقى فشلت معايا، ديت مش فشلت، اتقطعت مننا. بصوا عامله ازاي، يعني انا عايز امسكه بس كده، بصوا يعني بصوا الجزء، يا لهوي بصوا يا جدعان، ده كان المفروض الجزء الاولاني اللي فوق، بصوا بيقرص ازاي. طيب ده اول جزء، تعال بس نوريكم الجزء الثاني. بصوا الجزء الثاني المفروض ده عليه اللزقه بتاعته بقى، بصوا
شايفين من تحت يا جدعان هنا وين؟ شايفين من تحت يا جدعان؟ تحس ان هي ازازه حقيقيه. بصوا 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 ناشفه ازاي؟ تعالوا نشيل لكم الازازه عشان تشوفوها. انا خايف تتقطع والله. بصوا قطعت اصلا باللازم. بصوا يا جدعان شايفين الجيلي؟ لو قارناه بقى بحبه الجيلي العاديه، تعالوا نشوف كده نقارن بحبه الجيلي العاديه. استنى بصوا بقى لو قارناه بحبه الجيلي العاديه، بصوا حبه الجيلي اصلا قد ايه؟ ودي نص واحده بس. بصوا المقارنه، دي نص واحده، دي واحده كامله اهي، ودي نص واحده بس من اللي احنا عاملينها. بصوا الحجم عامل ازاي؟ يا نهار ابيض، ده انا هوقف لكم بقى السليمه دي دلوقتي وتشوفوا الشكل عامل ازاي. بس احنا عايزين ندوق، تعالوا ندوق حته كده. ايه يا جدعان الطعم ده؟ زرابية. بصوا عامل ازاي؟ تعالى بقى نوقف لكم السليمة. طب نايمة نايمة. يا لهوي يا جدعان. بصوا بقى دي. هتوقف ولا ايه؟ حاسس انها هتتقدم مننا. مش عارف اشيلها ازاي والله. دي يعتبر هي السليمة اللي طلعت معانا، بس انا مش عارف اشيلها، فاهمين؟ يا لهوي يا لهوي. ده تقيلة قوي. يا نهار ابيض، تعالى شيل الورقه بسرعه، اجري هتتقطع. خلاص اتقطعت اتقطعت. يا لهوي، ده النص بقى الفوقاني بتاع الازازه اللي هو البوز الازازه. تعالى ندوق الطعم ايه يا جدعان. جاي تعالى بقى نقارن ما بين طعم الجيلي الكوري الاصلي والجيلي الكوري اللي احنا عاملينه كده. احنا قطمنا من ده قطمه. تعالى ندوق. ايه ده؟ والله العظيم بتاعتنا احسن. ايه رايكم بقى؟ اللي احنا عاملينها دي احسن بكتير قوي. بصوا يا جدعان شايفين الحجم؟ 2 ريتل ودي 2 ريتل، عاملين 4 ريتل كوكا كولا او جيلي كولا. بصوا اصلا بصوا الكيس كله اصلا قد ايه؟ ده كيس الجيلي كولا. بصوا بقى الواحده الواحده قد ايه؟ طعم جامد جدا. يا ويلي يا ويلي. بص الحته دي بس اصلا كده بقيمه 20,000 كيس من ده. بصوا وبس كده يا شباب، بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، واتمنى تكونوا عرفتوا طريقه عمل جيلي الكولا. كل اللي احنا محتاجينه هو جيلاتين ومحتاجين كولا، وتخلط الاثنين زي الطريقه بالظبط اللي انا عملتها لكم. بصوا شوفوا الطريقه هتعملوها بالظبط وتبقى احلى جيلي كولا. طبعا انت مش محتاج تعمل الكميه الكبيره ديت، ممكن تعمل كميه صغيره، بس انا حبيت اكسر الرقم القياسي واعمل اكبر حبه جيلي كولا في العالم. وعملنا اكبر حبه جيلي كولا في العالم. دلوقتي بقى هنسيبكم لشويه لقطات مع تقطيع بقى بالسكينه كده شرايح، اكنه لانشون بقى كده، تقطيع بالشرايح كده، وهنعمل شغل عالي جدا. وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب والكومنت والشير، ولو عندكم اي اقتراح نعمل لكم اكبر حاجه اكتبوا لنا في الكومنتات اكيد هعمله لكم. طبعا اللي اقترح علينا فكره الجيلي الكولا دوت هو محمد رامي، وقال لنا اعمل اكبر جيلي كولا في العالم. وطبعا احنا يا عم محمد يا رامي عملنا لك الفكره اللي انت عايزها، ولو انت عايز تبقى زي محمد رامي ونعمل لك الفكره بتاعتك اكتب لنا في الكومنتات، واكيد هناخد الفكره بتاعتك نعملها لو هي فعلا فكره حلوه وحماس وهنكسر فيها ارقام قياسيه. مستنيكم تكتبوا افكاركم، ويلا بينا نخش في لقطات حماس مع تقطيع جيلي الكولا الجامد طحن طحن دوت. يلا بينا. وطبعا ما تنسوش اخر دقيقه في الفيديو شكر خاص لكل الكومنتات اللي بتدعمنا في الفيديو وفي كل فيديو. يلا بينا بسرعه يا شباب نخش في الفيديو بتاعنا. When we're in too deep, and you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry.
my history, yeah. And when you're alone, do you say my name, or you say her name?